المفروض الزمالك كان هيبقى فيها، فكنا جايين على اساس ان انا دعيت عشان ابقى في الكونفدراليه على اساس ان الزمالك هيكون موجود، ولكن للاسف الشديد يعني حصلت المفاجاه. ولكن بالتوفيق ان شاء الله للقادم باذن الله، يعني بالتوفيق لكل الانديه المصريه ان شاء الله. اعتقد الفرقه المصريه ان شاء الله يكون لها يعني هتعدي المرحله دي باذن الله ان شاء الله. النادي المصري يعني انا شايف انه شاف الاهلي بيلعب وانا جابوني، شايف نقاط القوه نقاط الضعف. الاهلي كسب هنا 4 وكسب هناك 3، لسه كنت بقول الاهلي كسب جاب 7 تجوان في الماتشين. لما تيجي تبص الاهلي في الدوري المصري لما لعب فرقتين رايح جاي، الفرقه رايح جاي ما جابش 7 تجوان في فرقه كتير في مصر، وبالتالي انا شايف ان من امكان النادي المصري انه يكسب. اي نعم، وانا جاي من الشامبيونز ليج وبالتالي البطوله الاقوى، ولكن اداء النادي المصري مقارنه باللي شفناه مع الاهلي مع منانا، اعتقد الاهلي ان المصري سهل ان شاء الله انه يعدي باذن الله. يعني شايف ازاي فرصه النادي الاهلي في هذه المجموعه؟ يعني بص، مبدئيا هتلاقي الاهلي والترجي هم دول الاكثر فرصا وفوزا وتتويجا والخبره، لكن دايما البطولات بيبقى فيها مفاجات. لكن انا اعتقد الامور هتبقى في صالح النادي الاهلي بشكل كبير والترجي، يعني لغايه لما نتفرج.